هلو هلو، طبعا تسألوا ده ايه؟ ده انا حاطاه على الحبوب. معلش طنشوه. لو انتوا فاكرين الفلوج اللي فات كنت قلت لكم ان انا هسافر مكان مهم قوي بالنسبه لي، وانا فعلا حضرت الشنطه، قفلت شنطه وبحضر الشنطه التانيه. بس انا دلوقتي رايحه مكان الاول، مكان لذيذ قوي، وبعد كده هعرفكم انا مسافره فين، او probably انتوا اساسا عرفتوا خلاص من العنوان بتاع الفيديو. بس يعني انا لسه هعلن، مش دلوقتي، ما هو ايا يكن بقى انتوا عارفين او مش عارفين، انا قررت ان انا مش هعلن دلوقتي. بس ف هقول لكم ان شاء الله، بس دلوقتي هجهز عشان انزل، علشان انا المفروض ابقى هناك الساعه 4:30، والساعه دلوقتي 3:30، والطريق بياخد 40 دقيقه، فهلبس علشان انزل. انا رايحه كده مكان زي حفله كده عربي فيها عود وكده، فالموضوع انترستنج بيتهيألي، يعني ان شاء الله هنشوف لما نروح. بس فهجهز بقى دلوقتي. انا بستخدم ايلاش كيرلر علشان انا رموشي حرفيا عامله كده. حط صن بلوك. هو مفيش شمس قوي بره، بس يعني انا بحب اللون ده قوي. حد انترستد يعني ايه الماركه؟ مش فاكره والله. روم حاجه كده، مش عارفه. بيسيب شعور قطيفة كده على البق، انا بحب الشعور بتاعه. طب من اللون ده زي ما انتوا شايفين، انا مبستخدمش غير ده وده بس اساسا. الطيارة بتاعتي الساعة 8 الصبح بإذن الله، 8:15 الصبح، وآخر حاجة بتروح هناك على الساعة 12 بالليل. دي المواصلات يعني، آخر حاجة على الساعة 12. فأنا هروح يعني هحاول آخد آخر مواصلات هناك، وهستنى لحد بكرة الصبح إن شاء الله، لأن أول مترو بيتحرك الساعة 5:30 الفجر، وأنا المفروض أبقى هناك 3 ساعات قبلها، علشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه فانا مش عايزه اخاطر اكيد. ولو ابتدى 5:30 وانا اساسا 1:30 لحد ما اوصل، فانا كده بخاطر مخاطره كبيره. فانا هروح اقضي حوالي 7 8 ساعات في المطار مستنيه الطياره. بس اكيد كده احسن، بدل طبعا ما يحصل اي حاجه ان شاء الله يعني. بس فانا بقى بعد ما هخلص الحته اللي انا رايحاها ديت، هرجع الم حاجتي واتاكد ان كل حاجه تمام باذن الله، بس واروح على المطار ان شاء الله. هي عامة الشمس جامدة جدا، فكويس ان انا حاطط صن بلوك. هو المكان في حتة هنا بس انا مش عارفة فين. هو في دور 11. طلع هو ده هيونداي. هيونداي هو ده مول عادي، بس مش عارفة ازاي في دور 11 بقى. المفروض هو ده دور 11، هو ده المكان. روض ساعة ونص، يبقى حط 7.
البيت عشان انزل بقى احط الشنطه وانزل. انا كنت متوتره عشان كنت عايزه اجهز بسرعه فما صورتلكوش وانا بجهز يعني، بس انا خلاص نزلت بالشنط وغيرت هدومي لهدوم مريحه اكتر. بس انا دلوقتي مستنيه الباص، المفروض ناقص له 13 دقيقه ويجي، ناقص له كتير قوي بس ان شاء الله خير يعني. الساعه دلوقتي 9:30 تقريبا، وغالبا اخر قطر بيبقى الساعه 12، بس كانوا اصحابي يعني قالوا لي ان هو ممكن يقف في النص عادي، بس ان شاء الله خير يعني. انا بموت بجد من الشنطتين دول، بجد بموت. انا دلوقتي مستنيه المترو، في المترو ده بقى كام مترو كمان. واو بابنا جامد قوي بجد. انا هتشيك ان في الكاونتر دي، فهروح بقى الناحيه ديت. انا حرفيا الوحيده في المنطقه كلها. بصوا بجد في بره اللي هو الاوتيل اللي هو كابسول هوتيل، الناس بقى بتبات فيه وكده، بس غالبا كان فولي بوكت. بس يعني حتى لو ما كانش فولي بوكت انا مش معايا فلوس للكلام ده. فهي الساعه دلوقتي 12 وانا طيارتي ان شاء الله الساعه 8:15 بس، فاحنا بقى هنقضي ال 8 ساعات وربع دولت في المطار. مش عارفه اعمل ايه، بس انا معايا مخده، مش عارفه لو انتوا شفتوها اهي. فالمخده ديت ان شاء الله هستخدمها ان انا انام بس. قاعده بطيء قوي بس انا مش قادره اجري الشنط بصراحه، فعادي. انا هجيب حاجه كلها واشربها. عندهم مكان ممكن يحطوا فيه الشنط تاني، يفكوها تاني، وبعد كده في ميزان علشان تتاكد من الوزن. اخر مره هشرب الموز، مش اخر مره يعني، اخر مره لمده 40 يوم هشرب الموز باللبن ده بتاع كوريا. ده السكين كير بداية كله. اغسل وشي. هلو هلو. طبعا الفيديو المتوقع بعد دوت هو فيو حلو من الطيارة من فوق صح، بس انا بجد حصل معايا حوار انا لحد دلوقتي مش مصدقة انه حصل. انا obviously لسه في كوريا. بعد ما وقفت وخلاص انا صورت لكم الشنطه وحطيتها وكل حاجه، راحت قالت لي فين الفيزا؟ قلت لها فيزا ايه حضرتك، انا رايحه بلدي. فراحت قالت لي فيزا الترانسفير. قلت لها انا سالت ان انا يعني انا محتاجه فيزا ترانسفير ولا لا، علشان المفروض هعمل ترانسفير في بولندا. تمام، هعمل مره في بودابست ومره في وارسو. وارسو دي في بولندا وبودابست مش متاكده فين، بس تقريبا في بلاد المجر او حاجه زي كده، فهما الاثنين مدينتين في يوروب. اوكي، فقلت لها انا سالت وقالوا لي ان ما فيش مشكله ومش هحتاج فيزا ترانسفير ما دام هقعد في الايربورت ومش هخرج منه فما فيش مشاكل. تمام، راحت قالت لي لا بس انا باين لي هنا ان انت محتاجه فيزا ترانسفير. ترانسفير ديت يعني ان انا انقل من طياره لطياره. فبعدين فرحت قلت لها لا ما فيش الكلام ده ومش عارفه ايه وبتاع. راحت جابت المانجر، المانجر راحت قايله لي احنا جالنا ايميل ان الناس اللي من مصر مسموح لهم بولد واحد ببلد واحده بس من فيزا الشنغن، فهي بلد واحده بس اللي انا ينفع اعمل فيها ترانسفير، ما ينفعش اعمل في بلدين. فلو كانت هي فيزا يعني لو كانت التذكره بتنزلني في بلد واحده بس في يوروب كان هيبقى تمام، لكن انا كده هنزل في بلدين في يوروب فمش هينفع. بس والتذكره راحت عليا. التذكره راحت عليا، بس التذكره راحت عليا وانا دلوقتي مش في مصر، انا في كوريا. جالي انهيار عصبي طبعا، ورحت كلمتهم بقى في مصر وكده بس. وبعد كده اهلي اشتروا لي تذكرة تانية، طبعا الفلوس دبل علشان الوقت، علشان انا المفروض هروح مصر عشان اشوف اهلي، وانا بحاول بكل الطرق، والله بحاول بكل الطرق ان انا اتقبل ده واعرف ان هو دوت خير ليا، بس انا بجد كان هيجرى لي حاجة لما ده حصل. يعني اكيد الخير ده اكيد اكيد ده في فكرة واكيد ده من عند ربنا سبحانه وتعالى واكيد في خير ليا، بس برضو ساعات العقل البشري ما بيقدرش يتقبل حاجة زي كده ومش بيستوعب انه المفروض يتقبل حاجة زي كده. بس انا بحاول بجد، وانا بجد خايفة قوي لحسن يحصل اي حاجة تانية في الطيارة تاني، ومش عارفة والله اقول ايه. بس
الموضوع ده كان ممكن يتحل طبيعي جدا لو انا كنت عارفه، كنت هروح للسفاره بتاعه بولندا او للسفاره بتاعه المجر وهطلب منهم فيزا ترانسفير، وكان الموضوع هيبقى عادي. انا اساسا حاجزه التذكره دي بقالي شهرين ولا 3 شهور اساسا علشان اجيبها بسعر قليل بس، فكان الموضوع ممكن يتحل يعني. بس الحمد لله الحمد لله، ما حدش عارف. الحمد لله. انا وضبت الاوضه علشان الروميت بتاعتي هتفضل شايفه المنظر ده لمده 40 يوم تقريبا، فوضبته دلوقتي. انا نازله هعمل كام حاجه كده وبعد كده هنزل اروح المطار ان شاء الله. كان في عندي اللي هو الكيس اللي بحطه في الثلاجه دوت، المفروض بيقعد شهر بس، وانا عندي حاجات هتقعد اكتر من كده، فاروح اسالهم في الاوفيس انا المفروض اعمل ايه عشان انا هبقى بره البلد. وما كنتش عايزه اسال يعني، انا وانا ماشيه كنت هسال الروميت بتاعتي، كنت هقول لها تجددهولي بس انا مش عايزه اعمل كده. ف يعني بدل ما هي تقعد تفكر في الموضوع هقول لهم وخلاص، ويمكن يبقى عندهم حل للموضوع. ولما بتبقوا رايحين المطار بيبقى في حاجه كده اسمها تاكس فري، فبتروحوا تاخدوا التاكسز اللي انتوا دفعتوها في الحاجات اللي انتوا اشتريتوها في كوريا. فانا عندي امل ان انا يرجع لي شويه فلوس يعني من الحاجات التاكسز دي، فانا هروح اوليف يانج اسالهم لو الحاجات اللي انا اشتريتها ديت ينفع اخدها ولا لا، بس هي عدى عليها شويه وقت فمش عارفه لو هينفع ولا لا، بس انا هساله خلاص بما اني لسه عندي وقت يعني ان شاء الله. ادوني الورقه دي الزقها علشان اسمه ايه ده، علشان ما يدونيش بوينتس. تمام. كلاش تاني مرة، بس المرة دي معايا حاجات اقل. انا حطيت الشنط بتاعتي في التخزين هناك في المطار عشان ما كنتش قادرة بصراحة اشيلهم تاني، ودي يعني فلوس زيادة دفعتها. بس اعمل ايه، انا ما كنتش هقدر ان انا اشيل كل الكلام دوت تاني، رايح جاي كمان، وكان بقالي 30 ساعة صاحية اساسا، فمستحيل كنت هعرف اشيل الحاجات دي وانا راجعة تاني، فسبتها هناك ودفعت عليها فلوس. الحمد لله. بس انا رايحه بقى اركب الباص. هي دي الطيارة تركيش ايرلاينز. هو ده المكان اللي خزنت فيه الشنط. مش مصدقة والله. الحمد لله. مش هسمح لها.